40 ساعة أسبوعياً هي المدة الزمنية التي يحتاجها الطفل المتوحد في تأدية مختلف النشاطات، فترة طويلة يقضي الطفل معظمها مع أفراد عائلته، ولأن العائلة تعد الحلقة الأولى والأساسية في متابعة وتطوير سلوك الطفل المتوحد، نظمت المؤسسة الاستشفائية محفوظ بوسبسي لقاءً يجمع الأولياء بالمختصين. حبينا يعني الأولياء هما اللي يتفاعلوا في هذا في المنازل ديالهم، وحنا اليوم نعطيهم تقنيات نعطيهم كتب كيفاش يتعاملوا وباش لو سونتر تاع الشراكه يكون حقيقه يعني كما نقولوا حنايا لو سونتر بيلوت وين الناس تقدر تجي تشوف معنا ونعاونوهم اون فاكومباني كل خاصه الاولياء. وكذلك حضروا معنا كثير من الاخصائيين، ولكن 80% اليوم يعني الندوه للاولياء. الطفل اللي عنده التوحد يعني يكسر كل العائله والمجتمع، ولا اليوم ما خديناش بعين الاعتبار نقدر نقول لكم على 5 سنين 10 سنين راح تكون كارثه. الاحصائيات العالميه راهي تقول على 5 سنين 10 سنين على 3 أطفال يكون واحد عنده توحد. قائمه انتظار طويله تعدها مراكز التكفل القليله المتواجده بالجزائر، مما يضع العديد من الاولياء امام حتميه مواجهه الاضطراب بالاعتماد على انفسهم. كاين اولياء بزاف عندهم اطفال توحدي بصح ما يعرفوش المرض، يعني ما عرفوش يتعامل مع أولياء مع أولادهم. يعني مبادرة كما تعلم الأولياء طريقة اللي يقدروا يتعاملوا بها مع أولادهم، طريقة صحيحة يعني علمية، مش يعني طريقة ارتجالية يعني في تاع المجتمع. لي بارون تاع اكتوالمون اي سون بيرتوربي اي سون كومبليتمون، راهم ماشيين في الساحة، شكون اللي يوجههم، شكون اللي يقدر يعطي لهم يد المساعده. حنا اليوم ما راناش يعني باش نقول لك معاناه كبيره تاع الاولياء تاع الاطفال التوحد. من كل 60 ولاده يشخص طفل مصاب باضطراب التوحد، رقم يؤكد المختصون على ارتفاعه كل سنه، مما يفرض عليهم تلقين الاولياء كيفيه التعامل مع الطفل المتوحد لمساعدته على تطوير سلوكه.